السلام عليكم مرحبا بكم في قناة صفاء ديليس مرحبا بكم معي اليوم في فيديو جديد فوصفة اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة على بيتزا دي سباكيتي ولا بالطريقة ديال البيتزا سهلة التحضير يمكن ان نحضروها العشاء ما كتاخدش وقت بزاف والاهم انها كتجي لذيذه بزاف بصلصة ديال الطماطم الخاصة بالبيتزا وبواحد صوص بيشاميل اللي خفيفة فكنتمنى أنكم تتبعوا معي الفيديو باش تشوفوا طريقة تحضير وتجربوها واللي كيزور قناتي لأول مرة فما يشترك في القناة ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد وندوزوا باش نشوفوا المقادير وطريقة تحضير فبالنسبه للمقادير كيف كتشوفوا معايا فما غاديش نحتاجو مكونات كثيره غادي نقول لكم شنو الحوايج اللي اساسيين وشنو الحوايج اللي ممكن تبدلوهم او لا تعوضوهم فاول شيء اكيد اننا غادي نحتاجو سباغيتي انا عندي 500 غرام ديال سباغيتي سلقتها في ماء ساخن وضعت فيه القليل من الملح وقليل من زيت الزيتون وسلقتها فالاكيد انا هو سباغيتي ما نسلقوهاش بزاف باش ما تنجنش لينا نحتاج ايضا الفلفل الوان وبصل اللي شحرتهم في زيت زيتون مع ملح وابزار على هذا الشكل غادي نحتاج ايضا لعلبة صغيرة من شامبينيون او الفطر شحرتها ايضا في القليل من زيت زيتون مع ملح وابزار وبالنسبه لي انا هنا فاختريت ندير الحشوه بالطون فاحتاجيت العلبتين من الطون يمكن لكم تعوضوها بالكفته تشحروها في القليل من زيت الزيتون مع ملح وابزار او يمكن لكم تستعملوا الدجاج مهم اي حاجه كتفضلوا فاكيد غادي نحتاج لصلصه الطماطم فهاد صلصه الطماطم سبق لي حضرتها معاكم في الوصفه ديال البيتزا غادي نخلي لكم الرابط لتحت بالنسبه للبنات اللي مازال ما شافوها وهكذا يمكن لكم تدخلوا وتشوفوا الوصفه كتشوفوا كيفاش كيجي القوام ديالها كتجي دي بزاف غادي نحتاج ايضا الجبن موتزاريلا اللي حكيتو هكذا في حكاكه رقيقه وجبن احمر يمكن لكم اي جبن كتفضلوا وغادي نحتاج للتزيين زيتون اسود فاول شيء غادي نحضر معكم صلصه البشاميل غادي نوضع في كاسرول ملعقه كبيره من الزبده على هذا الشكل غادي نوضعها على نار حتى كدوب ومن بعد ما دابت ليا كيكون هذا الشكل ديالها فغادي نضيف ليها ملعقه كبيره ملوئه من الدقيق وغادي نخلط الزبده مع الدقيق فاكيد نتوما هاد العمليه كتوضعوها يعني على النار مباشره انا هنا غير باش نبين لكم الطريقه من بعد ما خلطت الزبده مع الدقيق فغادي نضيف لهم الحليب بالنسبه للحليب فغادي نحتاج كاس ونصف من الحليب قياس العنبة يعني ما يعادل ربع لتر فمن بعد ما فرغت القليل من الحليب غادي نخلطو مع الدقيق والزبده بهذا الشكل وغادي نكمل باقي الحليب هنا وضعت كاس فاكيد ان هذه العمليه كتوضعوها على نار مباشره فالان غادي نضيف نصف كاس ديال الحليب يعني في المجموع عندي ربع لتر يعني 250 ملل فمن بعد غادي نرجع الكاسرول على نار وغادي نبقى كنحرك على نار مهيله حتى كيبان لي الخليط بدا كيتقال كتشوفوا يعني القوام ديالو هنا باقي الصلصه باقا ما كملاتش 100% هنا غادي نوضع القليل من الملح القليل من الابزار وغادي نحك القليل من الكوزه اللي كتبقى اختياريه الا ما عندكمش يمكن لكم تستغناو عليها استعملوا غير الملح والابزار واكيد انا كيف قلت لكم هاد العمليه كامله كتديروها على نار مباشره غادي نخلط هاد المكونات وغادي نرجعها على نار ونحرك نحرك باستمرار حتى كيتقال لي الخليط كيولي على هاد الشكل فانا صلصه البيشاميل ما كنبغيهاش ثقيله بزاف هذا علاش وضعت فيها ملعقه ديال الدقيق فقط كتشوفوا القوام ديالها كيف كيجي والان فكتكون صلصه البشاميل جاهزه لينا فخديت صينيه ديال الفرن وضعت فيها القليل من زيت الزيتون فقط وضعت سباغيتي فاكيد سباغيتي انكم ما تطلقوهاش قبل وتخليوها تبرد عاد فاش المكونات الاخرين فوضعوها كتطلق وفي نفس الوقت حضروا الحشوه اللي غادي تجهزوا بها هنا فرغت عليها نصف الكميه ديال صلصه البشاميل وغادي نحاول نخلطهم مزيان مع بعض فبالنسبة للكمية كتبقى على حسب عدد الأفراد أنا هنا استعملت نصف كيلو يعني خمسمية غرام كاين ليكم تستعملو الكمية اللي بغيتوا وبالنسبة للطياب ديال فأكيد ما تسلقوهاش بزاف حتى كتولي كتعجن دوقوها غير كطيب صافي كنصفيوها ملي كنصفيوها فغير كتسخطر من هداك الماء في ومن بعد كنرجعوها للطنجرة أو للكاسرول اللي سلقناها فيه مخصناش نصفيوها من داك الما يعني كامل باش ما توليش كتعجل لينا ولا كتلصق ما بيناتها فمن بعد ما قديتها في صينيات الفرن على هذا الشكل حاولت انني نعطيها واحد طبقة متساويه جبت هنايا صلصه طماطم وغادي نوضعها من الفوق يعني على الطريقه العاديه اللي كنوضعوا فيها البيتزا بالنسبه لهاد صلصه الطماطم فكتجي لديدة بزاف احسن من الجاهزه الرابط انه اكيد غادي نخليه لكم في صندوق الوصف فكنستمر بهذه الطريقه وكنحاول ان نوزع هذه صلصه الطماطم بشكل متساوي فمن بعد غادي نجيب هداك البصل والفلفل الالوان اللي شحرتهم في زيت زيتون مع ملح وابزار وغادي نوضعهم هكذا من الفوق يمكن لكم تكتفيو غير بفلفل اخضر على حسب شنو عندكم فغادي نوضعهم على هذا الشكل من بعد ما كملت فغادي نوضع هذاك شامبينيون او الفطر اللي حتى هو شحرته في زيت زيتون مع ملح وابزار غادي نحاول نوزعو على البيتزا كامله على هذا الشكل من بعد فغادي نوزع الطون هكذا من الفوق انا وضعت العلبه الاولى على النصف الاول غادي نكمل العلبه الثانيه على هاد الشكل اكيد طون انه تصفيه من الزيت من الاحسن ومن بعد ما كملت فجبت هذيك صلصه البيشاميل اللي بقات ليا ضفت ليها القليل من الحليب وعاود سخنتها في على نار هكذا مييله حتى سخنات ليا ومن بعد فغادي نوضع فيها القليل من جبن الموتزاريلا على هذا الشكل فغادي نخلطهم مزيان مع بعض كيدوب ليا هذاك الجبن ومن بعد فغادي نوزعها من الفوق على هذا الشكل يعني نح نحاول انني نوزعها عليها كامله فبالنسبه للناس اللي كتجيهم صلصه البشاميل ثقيله وما كتعجبهمش كنتمنى انهم يجربوا هذه الطريقه لان صلصه البشاميل ما كتجيش باينه وكتجي لذيذه بزاف ومن بعد ما كملت فهنا غادي نزين بحبات من الزيتون اسود وفي الاخير فما كيبقى ليا غير نزين الوجه ديالها بالجبن بالنسبه للجبن يمكن لكم تستعملوا اي جبن عندكم او لك تفضلوا غادي نوزعو هكذا بشكل متساوي عليها من الفوق وبالنسبه لهذه البيتزا فماشي بحال البيتزا العاديه اللي كنخليو الجبن حتى الاخير حتى كتبقى لينا خمسة دقائق كنوضعو كن الجبن ونعود ندخلوها للفرن ونقدموها لان هنا فكل شيء طيب عندنا ما كتحتاجش وقت بزاف في الفرن فمن بعد غادي نوضع عليها النوع الثاني من الجبن يمكن ليكم تكتفيو غير بنوع واحد ومن بعد فغادي ندخلها للفرن سخنتو من قبل شويه نشعل عليها من التحت والفوق وندخلها تقريبا على حسب درجه الحراره ما كتاخذش ليا وقت بزاف حتى ليا الجبن من الفوق داب وكتكون جاهزه نقدموها وهنا كلمسه اخيره غادي نضيف القليل من الزعتر غادي نحكو هكذا بايدي لي ما كيبغيش الزعتر يمكن ما يوضعوش ولكن اكيد ان الطعم ديالو كيتواتى معاه بزاف فمن بعد غادي ندخلها للفرن حتى كطيب ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي فمن بعد ما كنخرجها من الفرن كيكون كي هذا هو الشكل ديالها فكنقدموها وهي ساخنه كتجي لذيذه بزاف بالنسبه للمقادير فغادي نخليهم لكم من تحت صندوق الوصف كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر لانها اكيد غادي تعجبكم سهله التحضير ما كتحتاجش وقت بزاف فالا كنتو كتزوروا قناتي الاول مره ما تنساوش في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد الى عجبتكم وصفه اليوم وفيديو اليوم ما تنساوش ديروا لي جيم تبارطاجيو لا مع اصدقائكم ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله